تحدثنا في التزامنا المشترك حول مواجهة الإرهاب، وهذه هذا التزام نقوم به وننسق في إطار جهدنا المشترك وفي إطار جهدنا أيضا في الجهد الدولي العام ضد الحرب ضد الإرهاب، ونحن متفقون على هذا الملف ونعتقد أنه لا بد من إزامة هزيمة الإرهاب بكل أشكاله وعلى جميع جبهاته العسكرية والأمنية والفكرية. مرة أخرى معالي الزميل أرحب بك بالأردن، أشكرك على الصراحة والوضوح الذي أجرينا فيه هذه المحادثات، وأتطلع إلى العمل معا في جهدنا المشترك لبناء الأمن والاستقرار في المنطقة والإسهام في حل كل الأزمات التي نواجهها. شكرا لك. شكرا جزيلا للحضور الكريم. قبل كل شيء أشكر الجانب الأردني بما في ذلك نظيري مع الوزير السفدي لحسن الضيافة وكرم الضيافة لي والوقت المرافق. أجرينا محادثات مفيدة جدا، وبعد دقائق بعد نصف ساعة سنواصل البرنامج مع اللقاء مع صاحب الجلالة عبد الله الثاني. العلاقات الثنائية له طابع استراتيجي وتعتمد على الاتفاقات التي تم إحرازها في إطار حوار الصديق والموثوق القائم على المستوى الأعلى بين صاحب الجلالة عبد الله الثاني والرئيس بوتين، وهذا الحوار هو يحدد الاتجاهات للتعاون في كافة المجالات. ونجحنا العلاقات الثنائية، وعبرنا عن الأسف لأن حجم التبادل التجاري لا يزال يتقلص، ولكن علينا أن نضع حد لهذا التوجه، وعلينا أن نعزز الروابط الاقتصادية. وهنا الدور الخاص يعود للجنة الحكومية المشتركة في التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، وناقشنا أيضا الخطوات الملموسة حول حالة للتعاون العسكري الفني، وهو مكون مهم جدا للتعاون الثنائي، وأولينا اهتماما خاصا إلى الأهداف الإنسانية والثقافية والتعليمية. ومن كلا البلدين نوير اهتماما كبيرا لهذا الأمر، وقبل كل شيء الاتصالات المباشرة بين الناس. واليوم بالمناسبة مع الصباح اجتمعت مع الخارجين من المعاهد السوفيتية والروسية وقادة المؤسسات الخارجين وقادة المؤسسات الأخرى المعنية بترقية العلاقات الثنائية، بما في ذلك النواب في البرلمان الأردني الذين تخرجوا من المعاهد السوفيتية. وأنا شاهدت مدى اهتمام لأصدقائنا الأردنيين في تدعيم العلاقة الأوثق في كافة المجالات. وفيما يخص بالعلاقات الإنسانية أشكر السلطات الأردنية على العناية الخاصة للمواطنين الروس الذين يزورون كحجاج إلى الأراضي المقدسة. كما تعلمون قبل سنوات بقرار صاحب الجلالة منحت لروسيا قطعة أرضية على ضفة نهر الأردن في مكان تعميد المسيح، حيث تم إنشاء البيت للزوار للمواطنين الوافدين لمشاهدة لزيارة هذه الأراضي المقدسة. ومن المواضيع الدولية أولينا اهتماما كبيرا لسوريا، لدينا مواقف مشتركة، ضرورة وضع حد الفوري لسفك الدم وبعد إيجاد حلول للقضايا الإنسانية، وقبل كل شيء إطلاق العملية الحقيقية للتسوية وفقا لقرار أممي الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد لدينا موقف مشترك من ضرورة تنفيذ المطالب لمجلس الأمن حول احترام السيادة وسلامة الأراضي لسوريا، ومنح للسوريين بأنفسهم الفرصة للتحديد مصير بلادهم.